صباح الخير، واخيرا يجي الصبح. طبعا اني اليوتيوبر صاحب البيت من اليوتيوب. طبعا اني يوتيوبر عندي مليون مشترك، اي مليون مشترك عندي، وان شاء الله اليوم راح اشوفكم البيت مالت الخرافي مال اليوتيوبر. بس قبل كل شيء لازم اتفطر. شنو راح اتفطر؟ هسه اشوفكم شنو راح اتفطر. طبعا اني كلش غني، اي كلش غني، وعندي هواي فلوس، اي لان ابوي كل شهر ينطيني هواي فلوس وينطيني مصروفي. فقبل كل شيء خلي اشوفكم الفلوس اللي عندي. هذا اني الفلوس عندي ستاك 2 3 4 5 6 ستاكات دايموند عندي، اي وعندي ستاك بلوكات ذهب. واو والله الصراحه فتشي خرافي. بس قبل كل شيء لازم ناخذ لنا الدروع مال اليوتيوب. اوكي هذا اني الدروع مال اليوتيوب، هسه خلي نجربهن ونشوفهن. اوكي هاي الخوذه، هاي الشست بليد، هاي البنطلون، وهاي البوت. واو هاي الدروع مال اليوتيوبرز. بس اليوتيوبرز عندهم هيك دروع، بس البقيه ما عندهم هيك دروع. اوكي مو مشكله، هسه خلي بس ارجع كل الفلوس اللي عندي واش اسوي بيك نفر. طبعا كل شيء موجود هنا ابيض واحمر، ماكو شيء غير الابيض والاحمر، لان تعرفون اليوتيوب او شعار اليوتيوب بأحمر وأبيض. يعني باختصار كل شيء أبيض أحمر، أبيض أحمر، أبيض أحمر، كل شيء أبيض أحمر. بس هذا عندنا أسود، أوكي مو مشكلة. هنا همينا أبيض أحمر، كل شيء أبيض أحمر. حتى الكمبيوتر ماتي بيه زر لونه أحمر وبأزرار لونه أبيض. حتى الكيبورد ماتي شوفوا أبيض. فشغلات رهيبة. طبعا هذا الكيبورد ماتي الخرافي، ما في أحسن من عنده. كلش حلو هذا الكيبورد ماتي، يا كيبورد اقصد الكمبيوتر مالتي. عندي همين هذا ماشي، وا ما ادري شنو، مثلا اذا كان عندي لحم او شيء اقدر اشويه هنا نفس الشيء لون الاحمر. يعني باختصار كل شيء لون احمر. وامين عندي جوال لون احمر، شوف عندي ايفون اكس لون احمر، عندي ايد مال بلاي ستيشن احمر، ساعه حمراء. يعني شغلات رهيبه كلهن حمراء. فياب اوكي خلاص ما عندنا شيء ثاني. طبعا اني هسه لازم اروح يعني اجيب لي جهاز ثاني، لان تعرفون هذا الجهاز يعني صار شوي قديم، فلازم اجيب لي غير جهاز، لان الجهاز هذا صار قديم وما عاد يمشي الحال. فلازم جهاز اقوى حتى اقدر اشتغل به كلش زين وانشر فيديوهات على اليوتيوب كلش حلوات. اوكي مو مشكله، هسه خليه يطلع. هاي شنو ايش صاير هنا؟ ويل اكو بيت مال انستغرام موجود هنا، عجيب. اي والله بيت مال انستغرام، واو ما شاء الله. يعني شوفوا اني بيت مال يوتيوب ماتي صغير، وهذا البيت مال انستغرام كلش كبير. والله ما اعرف شنو السالفه، يعني شلون ورطها؟ يعني الانستغرام افضل من عندي او احسن من عندي الانستغرام؟ لا مو وضعي هاي، لا اني احسن من الانستغرام، مو وضعي هاي انه الانستغرام احسن من عندي. هاي شنو اللوحات؟ هاي شنو للبيع؟ هذا البيت مال انستغرام للبيع. اوه ماي جاد، والله اشتري واسوي لي حساب في الانستغرام واصير انستغراموس، يعني اصير انشر لي فيديوهات او ستوريات في الانستغرام. والله ما اعرف، والله خوش فكره. اوكي راح اشتري هذا البيت وراح اصير مكان ما يعني اني هسه يوتيوبر، فاريد اصير انستغرامو ما ادري شلون. المهم اريد اصير عندي هواي متابعين في الانستغرام. الانستغرام مالتي الرابط بالوصف، اوكي سووا لي متابعه في الانستغرام حتى اصير يعني لا فهمت قصدي. اوكي مو مشكله. يعني تصدقون شباب بنات هذا البيت للبيع؟ اوكي يلا هسه خليني اشتري هذا البيت. اوكي للبيع لازم تسوي هاي الشغلات والبيت راح يصير له. اوه ماي جاد، تقول لنا لازم تسوي هاي الشغلات حتى البيت يصير لنا. بس المشكله شنو هاي الشغلات؟ ما نعرف هاي شنو دقيقه، شنو هاي البيت؟ اوكي نفس الرساله مثل هاي. اوكي اعتقد هذني الشغلات، دقيقه خلينا نشوف كم من شغله. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوه ماي جاد، يعني لازم نسوي هاي 8 شغلات حتى هذا البيت مال انستغرام يصير لنا، وخلاص يصير عندنا قناه بالانستغرام او حساب بالانستغرام ونصير مشهورين بالانستغرام. اوكي يلا ليتس جو، هسه خلينا نبدي ونشتغل. والله الصراحة أنا كلش متحمس حتى أكتشف شنو جوات هذا البيت مال الانستغرام. يعني المفروض يكون أكو شغلات رهيبة، يعني أجهزة جديدة، جوالات جديدة، يعني شغلات جديدة باختصار. والله الصراحة أنا كلش متحمس حتى أكتشف هاي شنو. أوه ماي جاد شنو هذا؟ اكو جرس عنده. والله فت شغلات رهيبة هذا البيت. أوكي يلا مو مشكلة، هسه خلينا نبدي ونقرأ أول شغلة شنو يريد من عندنا. اوكي اول شغله لازم شنو يريد؟ كمبيوتر وجوال وايد بلاي ستيشن.
شباب هذا اول شغله يريدها كمبيوتر وجوال وايد مال بلاي ستيشن. فشلون ورطها يعني؟ لازم انا ما عندي هسه والله ما اعرف شو اقول لكم. خلاص خلاص راح اجيب البي سي مالتي. اوكي هذا البي سي مالتي راح اجيبه. يا ربي شلون ورطها يعني؟ راح تخل هاي شنو راح هاي وين راح البي سي مالتي؟ عجيب والله ما اعرف وين راح. شلون ورطها هاي؟ والله ما اعرف شنو راح اسوي يعني. اوكي مو مشكله، يريد جوال وايد مال بلاي ستيشن والكمبيوتر ما ادري وين راح. شلون ورطها هاي؟ والله ما اعرف شنو راح اسوي يعني. اوكي مو مشكلة، هسه خليه يرجع هنا واحط له الجوال والايد مال بلاي ستيشن، بس الكمبيوتر ما ادري ليش اختفى. اوكي الحمد لله وشكرا لك الحال. اوكي مو مشكلة، لازم ادور على كمبيوتر هسه. شلون ورطها يا ربي؟ والله عجيب يا اخي، بالله خلي اشوف بلكت وقع الكمبيوتر شي وين. اي لقيته والله الحمد لله والشكر، لقيت الكمبيوتر. والله حسبالي اختفى ما ادري شنو صار له، فطلع خاتل في مكان ما ادري وين الخاتل كان. اوكي مو مشكلة، خلي نجيبه ونحط الكمبيوتر هنا. اوكي اول شغله خلصنا من عندها، نجي الشغله الثانيه. 10 استاكات ذهب. شنو 10 استاكات ذهب؟ شباب من وين راح اجيب له 10 استاكات ذهب هذه؟ او ماي جاد تورطنا. اوكي عندي استاك بلوكات ذهب، اذا حللنا كم يصير عندي. اعتقد كلش كافي، بس اظن اعتقد ما يجون 10، هو يريد 10. والله ما اعرف، دقيقه استاك 2 3 4 5 6 7 8 9. يا رب شلون ورطها يا رب شلون ورطها؟ ناقص بعد اريد بعد ذهب. او ماي جاد من وين راح اجيب له ذهب هذا؟ شلون ورطها؟ شو اسوي يعني؟ والله ما اعرف ايش راح اسوي. اوكي خلاص بعدين راح اروح اخمط من هذا الفندق. اوكي راح اروح اجيب لي فد 4 5 بلوكات شو اسمه ذهب واحطهم هنا. اوكي يلا نجي اللي بعدها. شنو عندنا؟ 5 ستاكات دايموند. يا اخي كلش غالي هذا، كلش غالي يا اخي، راح افلس من ورا هذا. 5 استاكات دايموند و10 استاكات ذهب، وين؟ 1 2 3 4 5. ها خلاص فلسنا، باقي بس استاك دايموند ونخلص. يا ربي شلون ورطه هاي؟ اوكي مو مشكله، خليني اجي هنا استاك 2 3 4 5. اوكي شنو بعد يريد؟ 30 خشباي. اوكي راح اروح اجيب له خشب. يا ربي 30 خشباي، ما ادري شنو يريد بالخشباية. اوكي في نفس الوقت راح اروح اسرق لي او راح اخمط لي شوي ذهب. اوكي خليني اسد هذا الباب، خلي نشوف لنا فد شو اسمه. اي هذاني شجرات. اعتقد هاي مقبرة، والله ما اعرف، اعتقد شكلها مقبرة. اي والله ما اهتم بالمقابر. اوكي خلي بس نفلش لنا بس خشباية حتى نسوي لنا كرافتنج تيبل ونسوي لنا اكس. اوكي نجيب الكرافتنج تيبل، نسوي لنا كرافتنج تيبل بهذا الشكل، نجيب الكرافتنج تيبل نحط الكرافتنج تيبل هنا، بعد نفلش لنا خشباية ونسوي لنا اكس وحتى نقدر نفلش كل شيء. اوكي بهذا الشكل نسوي اكس. اوكي وزي كذا هسه خلصنا وسوينا الاكس مالتنا الخرافية. هسه نشيل الكرافتنج تيبل ونشيل يعني لازم يريد 30 خشباية. اوكي اعتقد يكفن، والله ما اعرف، 3 4 5 6 7 8 9. اوكي هاي 9، حلو. اوكي 10 11 12 13 14 15 16. لا يريد 30 ونحن هسه حصلنا بس 15، يعني بعد لازم 15 زياده. يا ربي شلون ورطها؟ هذا خشب؟ والله ما اعرف. دقيقة خلي اشوف لي هيك شجرة من هناك موجودة شجرة. لا ها نسيت، خلي اسوي لي. اوكي خلي نسوي لنا بيكاكس حتى اروح للفندق واسرق لي كم بلوك الذهب حتى نكمل نسد الدين مالتنا، لان عندنا دين بكم والله ما اعرف، اعتقد استاك. اوكي خلي نكسر هذا القزاز ونروح نسرق على راحتنا. اوكي بلوك 2 3 4 5. اوكي وهاي 6، اعتقد كلش حلو. وهاي 7 لعيونكم. اوكي جمعنا 7 حبات. هسه خلينا نرجع وين ما كنا. اوكي نجيب الكرافتنج تيبل نحلل الذهبايات. لا ناقص بعد وحده. يا ربي شلون ورطها هاي؟ يعني والله انكبت. اوكي يا رب ما حد يكشفني. اوكي لا صارت الدنيا ليل، شلون ورطها هاي؟ اوكي مو مشكله، خلي نروح ننطي استاك الذهب اللي ناقص. اوكي مو مشكله، استاك الذهب اللي ناقص خلي نحطه وين 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 وين؟ 10 استاكات ذهب. اوكي هسه 8 مجانيات. اوكي شنو بعد؟ 5 استاكات دايموند اعطينا اياه، 30 خشبايه بعد. اوكي ان شاء الله خلي اروح انا وان شاء الله غدا الصبح اكمل واروح اجيب لي 15 حبه خشب زياده. اوكي مو مشكله، هسه خليني اروح انا احسن لي. يلا تصبحون على مليون تريليون بزليون خير. اي صباح الخير، واخيرا جه الصبح. طبعا ان شاء الله اليوم راح اشتري لي بيت مال انستغرام، بس قبل كل شيء خلي اتفطر. طبعا انا كلش جوعان، خلي اكل لي 4 لحمايات. طبعا هاي الاولى، هاي الثانيه، وهاي الثالثه،
وهاي الرابعة. اي هسه شبعت كلش كلش حلو. هسه يلا خلي نبدي ونكمل نشتغل ونجيب لنا او نشتري لنا البيت مال الانستغرام. بس قبل كل شيء احتاج لي باكت ماي باكت ماي باكت ماي. حلو 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 خلاص ما احتاج ماي، انا ما اريد الماي. اوكي اوكي اجت لي فكره اجت لي فكره. اوكي هسه يصير عندنا خشب بالهبل. اوكي ما يخلص هسه الخشب. واو واو واو. اوكي بعد 10 حبات. اوكي كلش كلش سهل. اوكي نزرع هاي. اوكي 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وال 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 15. والله الصراحه هاي الخشب هاي الخشبايه كلش كلش كبيره يا خشبايه. الشجره كلش كلش كبيره وقعدت قدام بيتي. شلون ورطه هاي؟ اوكي مو مشكله. هسه حصلنا 30 حبه خشب. اوكي نجي هنا نحط 15 هنا و15 هنا. هسه صار عنده 30 حبه خشب. اوكي نجي للشغله اللي بعدها. 64 حبه ديرت. شنو 64 حبه ديرت؟ اوكي سهله هاي الشغله. اوكي بس قبل كل شيء خلي نسوي لنا ستيكات. ورا ما نسوي لنا ستيكات نسوي لنا شافل دايموند. هو المفروض نسوي لنا شافل على شعار يوتيوب بس خلاص ما 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 نريد ما نريد هوسه. اوكي مشكله خلي نجمع لنا 64 حبه جيرتايات كلش كلش سهل. اوكي ما ادري هاي ليش المنطقه ما ادري ليش خربانه بس مو مشكله. ول 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 اكو شغلات رهيبه هنا خلينا نكتشفها. وين شنو هاي؟ والله ما اعرف هذا شنو بالضبط. والله ما اعرف. اوكي مو مشكله خلينا نكمل. اوكي 20. اوكي اعتقد كلش كلش سهله هاي الشغله. اوكي 64 حبه ديرتايات على السريع خلينا نخلص لنا اياهن وخلاص نقدر نروح ننطيهن ال 64 حبه دير. اوكي خلينا نكمل بهذا الشكل. 50. اوكي وصلنا ل 50 هسه. وصلنا 60. اي وصلنا 60 62 63 64. اوكي هسه خلصنا هاي بعد ما نحتاج خلينا نحطها هنا. هسه شلون راح نصعد شلون راح نصعد؟ اوكي اوكي راح نصعد بهذا الشكل. اوكي واحدة اثنين ثلاثة. اوكي هذا بعدين راح اعدله هاني. اوكي خلينا نعدل النهاية وهاي. اوكي كلش كلش حلو. هسه حصلنا 64 حبة ديرت. اوكي هسه خلي نروح ونحطه في الصندوق ونشوف شنو الشغلة اللي بعدها. 64 حبة ديرت خلصناها. نجي للشغلة اللي بعدها. لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. هاي الشغلة صعبة كل الشباب. شلون راح اسويها هاني؟ لازم لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. الله عليكم شباب بنات، اذا تحبوني واذا تحبوني اشتري هذا البيت من انستغرام. اريدكم هسه شباب بنات تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس التنبيهات حتى هذا البيت يصير الي وهاي الشغله او هاي المهمه نخلص من عندها ونجي للمهمه اللي بعدها. خلاص شباب ضغطوا لايك او لا، يلا لازم تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس التنبيهات حتى نقدر نشتري هذا البيت الاسطوري ونكتشف شنو جواته. اوكي شكرا لكم لانكم ضغطتوا لايك واشتركتوا بالقناه وفعلتوا جرس التنبيهات. اوكي هسه خلينا نجي للشغله قبل الاخيره. واو 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 باقي بس شغلتين او ثلاثه. والله فتشي خرافي. اوكي الشغله اللي بعدها ستاكين بيتزا. بيتزا شنو؟ يريد ستاكين بيتزا؟ عجيب شو لابس ستاكين بيتزا؟ والله مو ما اعرف الصراحه شنو يريد بستاكين بيتزا. اوكي مو مشكله هسه خلي اروح لهذا لهذا المتجر او هذا المحل واشتري له ستاكين بيتزا. اوكي خلي نشوف البيتزا مكانهن وين. بيتزا بيتزا اي البيتزا ستاك باثنين حبات دايموند. اوكي ستاك اثنين يعني اربعه يصيرن. اوكي ستاكين. اوكي واحد اثنين واحد اثنين. اوكي هسه خلصنا من البيتزا. هسه خلي نرجع ونشوف شنو يريد بعد. اوكي اوكي هسه جبنا له اثنين اثنين ستاكات بيتزا. والله المفروض لو ناكل لنا نحن بس وحده. والله ناكل؟ لا ما ناكل ما ناكل نحن البيتزا ما ناكل. ممنوع ممنوع حرام حرام حرام. اوكي اوكي نجي الشغله اللي بعدها واستكان بصل. شنو استكان بصل؟ وين يا اخي؟ ما ادري شنو سالفته هذا. شنو يريد بالبصل؟ شنو يريد بهذا الشغلات؟ والله ما اعرف شنو سالفته هذا يا اخي. اوكي مو مشكله استكان بصل. السالفه سهله. اوكي البصل اعتقد من هذا الاتجاه. والله ما اعرف وين البصل. وين البصل؟ بصل 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 بصل. والله شكله ماكو بصل. اي والله ماكو. من وين راح اجيب له بصلاني؟ والله ما ادري ما ادري. اوكي راح اجيب له مكان البصل. راح اجيب له نم 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 نم. شنو 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 راح اجيب له؟ راح اجيب له جزر. اوكي راح اجيب له استكان جزر. اوكي 3 في 3 6. اوكي 3 1 2 3 4 5 6. اوكي هسه تمام. هسه جبت له مكان البصل جزر. اعتقد يقبل ان شاء الله يقبل. اوكي مو مشكله جبت له مكان البصل جبت له الجزر لان الصراحه مخلص البصل. اوكي مو مشكله هسه خلي نحط صندوق استكان جزر. اوكي نجي للشغله اللي بعدها واستكان جولدن ابل.
واو 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 استكان جولدن ابل ترى كلش غاليات شباب، يعني تخيلون استك اعتقد جولدن ابل ب20 حبه دايموند ما ادري ايش قد، فاعتقد راح نفلس شباب. دقيقه خلينا نشوف كم عندنا من دايموند. 47 حبه دايموند فلسنا شباب. والله فلسنا شكله، والله شكله فلسنا، لان اعتقد هذا المحل كلش غالي يبيع الجولدن ابل. اعتقد ما عنده، والله ما عنده شكله. يا ربي شلون ورطه هاي. اوكي مو مشكله، راح نجيب له شنو اي الجولدن ابل ب20 حبه دايموند ستاك. وين فلسنا شباب، فلسنا يعني 20 و20 40. ول 20 20. اوكي 20 حبه خلاص، اظني 40 حبه. اوكي يا ربي لا مطرة الدنيا يا اخي، فلسنا باقي هسه صاير عندنا بس 7 حبات دايموند. اذا تخلص هاي 7 حبات دايموند خلاص فلسنا. اوكي مو مشكله، هسه خلينا نرجع ونحط له استاكين جولدن ابل. اوكي نجي هنا نحط له استاكين جولدن ابل. اوكي واستاكان لحم بقر. او ماي جاد 7 حبات دايموند تكفي او لا؟ استاكين لحم بقر، استاكين دايموند، 7 حبات دايموند. والله ما ادري، نحن وحظنا شباب، والله احنا وحظنا. اوكي مو مشكله، لحم البقر وين مو بهاي الصفحه ولا اي بهاي الصفحه. اوكي كم 17 حبه دايموند يا ربي شلون ورطه هاي، والله ما اعرف شو اسوي يعني. اوكي تعرفون شنو شباب، خلاص اخذ كل هذني الشغلات اللي عندي، هذني خلينا نطيهن هذني الشغلات، كل الشغلات اللي عندي واضحه خلاص، حتى الدروع مال اليوتيوب اخذهن. اوكي خلاص اعتقد هسه راح يقبل. اوكي ان شاء الله ما تجيني الشرطه، لان الصراحه هنا أنا اكو قانون، ماكو شو اسمه، ماكو بائعين يعني، ماكو ناس تبيع لك. لا اذا مثلا ما دفعت يعني مثلا نقول هذا ستاك اللحم ب10 حبات دايموند، اذا دفعت 5 تجيك الشرطه لين بيتك وتتورط. اوكي مو مشكله، حصلنا ستاكين لحم. اوكي خلصنا هسه تمام، نجي اللي بعدها صوف خروف وجلد بقر ولحم خنزير. وين شلب هذني الشغلات الثلاثه، من وين راح نلاقي هذني هساني؟ اي لقيت بقره اي راح اقتل هاي البقره. واو الحمد لله وشكر. اوكي هاي البقره خلينا نروح نقتلها، وبس المشكله اي لقيت خروف همينا. اوكي باقي بس خنزير. اوكي سهل الشغله، يا رب اكو خنزير مناك. اوكي اول شغله خلينا نقتل هاي البقره، تعالي يريد جلد مال بقر، جلد مال بقر، جلد تعال موت ابلع ابلع. اي هسه خلصنا جلد مال بقر، خلصنا من عده. هسه صوف مال خروف. اوكي صوف مال خروف، خلي نقتل هذا الخروف اللونه ابيض طالع. ابلع 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 موت. اي هسه مات. اوكي حصلنا صفايه، هسه بعد شيء واحد لازم خنزير. اوكي يريد لحم خنزير، ما ادري شنو يريد باللحم الخنزير، بس مو مشكله خلي نلبي الطلبات مالته. اوكي الخنازير يا اخي، وين الخنازير؟ عجيب اي لقيت خنزير الحمد لله. خنزير اليوم ماتك يا خنزور. اوكي هسه خلي نروح ونجيب اللحم مال الخنزير ونخلص الشغلات. اوكي والبيت يصير انه موت. اي هسه تمام، هسه حصلنا لحم خنزير وحصلنا صوف مال خرفان وجلد مال بقر. اوكي هسه كلش حلو، هسه خلينا نرجع ونعطيه هذين الشغلات الخرافيات. اوكي واخيرا وصلنا هنا، راح نحط له الجلد مال بقر ونحط له اللحم مال خنزير والصوف مال خرفان، وهسه خلصنا كل شيء. بس قبل كل شيء خلينا نفتح هذا، هاي ليش ما ينفتح؟ عجيب لازم المفتاح. او ماي جاد. اوكي مو مشكله، راح انتظر اللي باكر وان شاء الله يجي صاحب البيت ويعطيني المفتاح. يلا خلي هسه اروح ارتاح احسن، لان الصراحه انا كلش تعبان. يلا السلام عليكم. طبعا انا رجل الاعمال ابو صاحب البيت مال انستغرام، وان شاء الله اليوم راح اروح اشوفه البيت مال انستغرام انباع او لا. اوكي مو مشكله، هسه خلي اروح احسن، لان انا رجل اعمال احب ابيع واشتري البيوت. اوكي مو مشكله، اعتقد انباع. اي بالضبط انباع. اوكي هسه خلي بس نفلش كل هذني الشغلات ونجيب كل هذني الشغلات وياي وخلاص. اوكي خلي نشيلن كل هذني الشغلات، هذني خلاص صارن الي والحمد لله والشكر. اوكي كلن الي، اي كلن الي. اوكي مو مشكله، خلي بعد هذني الدايموند الطفران. اوكي هسه خلي نجي ونحط له المفتاح. اوكي مو مشكله، انا هسه خلصت واجبي او خلصت شغلي، هسه خلي اروح ارجع احسن لي. بس قبل كل شيء لازم، نسيت شغله، لازم افلش هذني شو اسمه اللي شو اسمه اللوحات، حتى يعني تعرفون يعني خلص هذا البيت بعد
بعد صار ما لي. اوكي خلاص خلي نشيل كل هذا الشغلات. اوكي وان شاء الله هذا البيت خلاص خلاص ما عاد صار لي الحمد لله والشكر عليك الحال. هذا البيت ما عاد لي هسه خلي اروح ارجع وابيع البيت مال الفيسبوك لان عندي صار عندي بيت مال فيسبوك حطيته للبيع واعتقد انباع البيت مال الفيسبوك. اوكي مشكله خلي اروح اخذ فلوس البيت مال الفيسبوك احسن لي. صباح الخير واخيرا اجى الصبح. طبعا اليوم ان شاء الله اني متحمس كلش كلش هواي حتى اشوف لي شنو جوه البيت مال الانستغرام. اوكي يلا ليتس جو ليتس جو والله كلش كلش متحمساني حتى اكتشف شنو جواته. اجى المفتاح اجى 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 واو 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 المفتاح يلا جاهزين حتى ندخل البيت الانستغرام ونكتشف شنو جواته. بس قبل لا ندخل لازم تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس التنبيهات وتتابعوني على الانستغرام راح تلاقون الرابط بالوصف حتى نكتشف شنو جوات هذا البيت الخرافي مال انستغرام. يلا جاهزين حتى نفتح بهذا المفتاح الخرافي يلا 1 2 3. هاي شنو واو فتشي خرافي